وللحديث أكثر عن المساعدات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية لعائلات المغيبين قسرا والمفقودين من ناحية الصقلاوية في منطقة البعكاش في محافظة الأنبار، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل دكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر، بداية أهلا بك. قدمتم في منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق مساعدات لعائلات المغيبين قسرا والمفقودين من ناحية الصقلاوية في منطقة البعكاش في محافظة الأنبار، حبذا لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الحملة. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه الحملة الثانية خلال شهر رمضان المبارك في محافظة الأنبار، وهي الرابعة من نوعها التي تقدمها المنظمة وبالتعاون مع قسم الإغاثة من هيئة علماء المسلمين على مستوى المحافظات الأخرى. واستهدفت هذه الحملة العائلات المفقودين والمغيبين في منطقة البعكاش في ناحية الصقلاوية كما تفضلتم، وشملت توزيع 120 عائلة. تم توزيع السمات الغذائية على هذه العائلات، وبعض العائلات أيضا متأثرة في هذه المنطقة. هذه العائلات الحقيقة شكت من الإهمال الحكومي على صعد مختلفة في وقت تحتاج في هذه العائلات ولا سيما في شهر رمضان المبارك إلى الدعم والمساعدة الإنسانية والرعاية الاجتماعية، ولا سيما مع فقد المعيق الوحيد لهذه العائلات منذ أكثر من 5 سنوات. والمنظمة بحمد الله متواصلة مع هذه العائلات في تقديم الدعم وما يمكن تقديمه بكل أشكال الدعم والإغاثة، سواء كان من ناحية تقديم المواد الغذائية أو تقديم المنح المالية وغير ذلك مما يتيسر للمنظمة ويمكن تقديمه بالتعاون مع منظمات إغاثية ومع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. نعم دكتور عبد القادر، بحسب تقديراتكم الميدانية، إلى أي مدى أثرت الظروف الاقتصادية والصحية التي يعيشها العراق على أوضاع تلك العائلات لا سيما في رمضان؟ بالتأكيد تأثيرها كان كبير، يعني لا سيما هذه الظروف التي يمر بها البلد والمنطقة وتأثير الواقع الصحي في البلد، هذا أثر بشكل كبير، أثر سلبيا على الجهود الإغاثية، وأيضا أثر في هذه العائلات حيث الكثير من العائلات سواء كان النازحين والعائلات المتعففة والمحتاجة والفقيرة في مختلف المدن، أثر بشكل سلبي حيث توقفت هذه العائلات عن العمل وكثير من مصادر رزقها توقف بسبب هذه الظروف الصحية، ولذلك هم بحاجة إلى الدعم والمساعدة والوقوف معهم. وكثير من المنظمات أيضا تراجع عملها في هذه المناطق، لذلك هذا فضلا عن التوقف في الدعم الحكومي، أصلا وجد هناك دعم ورعاية لهذه العائلات، لذلك هذه يكون الحاجة ماسة في خلال شهر رمضان المبارك من هذه الظروف الصعبة، بحاجة هم إلى المزيد من الدعم والتفات المحسنين وميسوري الحال إلى هذه العائلات، ولا سيما نحن في شهر الصدقات، شهر الطاعات، شهر رمضان الكريم، نحتاج الى ان نكون بمستوى المسؤوليه في الوقوف مع هذه العائلات وفي هذه المأساة التي يمرون بها. نعم دكتور عبد القادر، في سؤالي الاخير الموجه اليك، وفي ظل هذه الاوضاع التي يعيشها النازحون ومع دخول رمضان وكما تفضلت بتوضيح الكثير عن واقع هؤلاء النازحين، هل من المخطط ان تزيدوا وتيره حملاتكم التي تستهدفون من خلالها مثل هذه العائلات في مناطق اخرى مثلا؟ نعم بالتأكيد، يعني شهر رمضان المبارك لدينا برنامج متكامل في الحقيقه، ولدينا في كل اسبوع يعني اكثر من حملتان او اكثر خلال شهر، يعني في الاسبوع الواحد، فعلى مدى شهر رمضان المبارك ان شاء الله، سواء كانت في محافظه الانبار او في محافظه اربيل او الموصل او صلاح الدين وكركوك او في بغداد، البرنامج المنظمه مستمر وبالتعاون مع كثير من الجهات ولا سيما القسم الإغاثي لعلماء المسلمين، يعني كان له ايضا اثر كبير ودور كبير في
التواصل مع المنظمة وتقديم الدعم المشترك لهذه العائلات النازحة والمحتاجين في خلال شهر رمضان المبارك. فإن شاء الله ستكون حملات كثيرة ومتواصلة خلال الأيام القادمة بإذن الله. منسق عام منظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لك.